انتم مبسوطين بحالكم هيك؟ شو هالتصرفات؟ اخوك مو شايف حدا، كانه لحاله، ومو هامه حدا ابدا، مخدرات. لانه ما في حبوب وجع راس بتعمل هيك. شو؟ الليل والخيل والبيداء. شو عم يقول؟ بالي مشغول فيكي، قلبي مجنون عليكي. عندك بصل؟ علقتيني فيكي كيف؟ بتروحي هيك وبتتركيني وخلص. شو شربان؟ لا، وشو بيعرفني؟ شو شايفني ما عندي هم غيره؟ مستحيل، مو أخذ حبوب مسكن. بس أنا شفته بعيوني وأخذ الحبوب منك. هلأ خلاص، المهم إنه يصحى، عنده شغل كتير وتحضيرات. خليكي معه أنا راجع. إيه؟ لك شو هي خليكي معه؟ إيه خليكي. فإذا البنت منحوسة، العيلة بتتدمر والبيت بيتدمر، لهيك ديروا بالكن منيحة. أنا بتوقع أنه لسه معنا وقت للعرس، لهيك خلونا ندق للكاهن وخليه يجي يشوف البنتين ويحكم. وليش ما بيشوف الشابين؟ بلكي هن كانوا غلط كمان. حكيك مزبوط يا راج، يمكن في حدا غلط بس مو إشكي. بتمنى منك ما تزعلي إذا جبنا الكاهن ليشوف البنات، فوراً رح يقفرها للبنت إذا كانت منيحة ولا منحوسة. بترجاكي ما في داعي يشوف سونو. واي نوت، إذا إجا رح يشوفهم اتنيناتهم، وهيك بنضرب عصفورين بحجر واحد. هيك موعد سونو رح يكون مجاني، لأنه موعد إشكي بنفس موعد سونو، ومنضب لنا كم ليرة. دقيله يلا، بنتنا سونالي مثل الألماس. ايه مدام، دقيله، بنتنا إشكي مثل الذهب. انتي لئيمة وانا حزين بسببك. صح كبرتي كتير، بس مع هيك ما بتعرفي تقعدي، رح ورجيكي. يلا تعالي ساعديني، قومي يلا عدي. عادي هيك، تعرفي انا خططت لكل شيء كرمالك. عمي اللي عم يعمل اتصالات، بس انا نظمت كل شيء. تعرفي التنظيم؟ انا بظن انه هو شي بالهندسة. ما بتعرفي شي إشكي، التنظيم يعني فن. أوه هيك، عرفت قصدك، الزينة الغالية. أنت جبتها؟ ليش كل هاد؟ سكتي، اسمعيني. أنت مفكرة أنه ما عندي قلب؟ بس لحظة. قوميني قوميني. ما هي؟ شوفي هاد الزلمة الغريب اللي ما عنده قلب واللئيم كمان، احتفظ بهاد جنب قلبه دائما. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لك لحتى ما يضيع. إذا ضاع أنتي رح تتبهدلي. انت سألتيني انه انت شو بتعني لي، صح؟ شو بعني لك؟ شو بعني لك انا؟ في فيلم كان اسمه من اكون لك، لا من تكون، لا 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 اي في ام. انت شو شربت؟ ايه هداك، نفسه اللي انت شربتيه. وقلتي للكل كمان بصحتكن، بصحتك بصحتك، بس ما قلتي لي بصحتك. ليش؟ لأنك لئيمة، ما قلتي لي شكراً حتى. تعرف إنه كارتيك معه حق،
انت اخذ حبوب. ابدا. انا عشقان. بتعرفي انا ما بحب الهولي، ما بحبه ابدا، وكمان هي الالوان ما بحبها. مع هيك نظمت كل هاد كرمالك انتي. تعالي تعالي لهون، تعالي تعالي شوفي عم المسون. شفتي؟ ومثل ما دائما حميت هالخاتم، انت كمان بدي احميكي مثله عطول. تعرفي وين اكتر مكان امن للخاتم؟ چلے نظر عشق پہ تھوڑا سا اور عشق پہ کریں گے غور. انت شو عم تعمل؟ رح ترجعي تسألي شو بعني لك؟ بس اسمعني انا. چلے نظر عشق پہ تھوڑا سا. تعالي خليني اقول لك مين بتكوني. هدي انا عملت قائمه فيها ثلاث شغلات، ومن خلال هالقائمة تعرف البنت المناسبة لإلك؟ لا، بعرف من خلالها مين البنت اللي مو مناسبة لإلي. بهداك اليوم عملتي مشكلة بخطبتك صح؟ وبهداك اليوم عرفتي كل الاختلافات وحدة وحدة. تك تك تك. أنا محتفظ بهالخاتم من لما الصايغ عطاني إياه. بتتذكري قديش كنت معصب منك؟ ومع هيك ما بعرف ليش عم ساعدك. ليش؟ بالليك؟ ما رح قلك، بس كل اللي بعرفه اني كنت معصب منك. بالنسبة إليك وظيفتك كانت أهم من خطبتك بكتير، بس ما بعرف ليش ساعدتك. كنت معصب، وبعدين كنتي مع خالتك زعلانة وعم تبكي كتير. انت وقتها شفتنا؟ ايه، بس ما عملت هيك لاني شفقان عليكي. لكن شو السبب؟ لاني بصراحة اول ما عرفت انه اهلك ميتين وقتها انكسر قلبي. ما كنت بعرف انك عم تفكر فيني لهي الدرجة. وانا ما كنت بعرف اني مهتم فيكي هيك وبكره هذا الشيء. يا ريت بقدر اقول لك عن سبب تاخيري هداك اليوم. الليلي الليلي، لكن قولي ليش كنتي عم تضحكي هداك اليوم مع السواق وعم تحكي معه بهي الطريقه؟ اي سواق هاد؟ قديش عددهم؟ كل يوم بطلع مع واحد، وأنا ماني مثلك مغرورة حتى ما أضحك مع العالم البسيط. أنا مغرور؟ آهان مالهوترة مغرور؟ طلعي فيني، شوفي وشي منيح. طلع فيني، طلع بوشي منيح. مغرور؟ كل اللي عملته كرمالك ومساعدتي لإلك وتنظيمي لحفلة الهولي كلها مشانك، وانت بتضلي تتخانقي معي كل اليوم، مانك مغرورة يعني؟ ما بعرف قديش أنا عم عاني. هاد مو مهم. أنا أعطيني الخاتم لخبي. لا لا لا، هاتي رح خبي. أنا طيب. رح أحتفظ فيه منيح. طيب قلي وين رح تخبي؟
قلت لك من شوي أكتر مكان آمن للخاتم هون. أنا بعرف أنت بتكرهني أخي. أخي آسف، مو قصدي شوفكن. لك خراس وتعال ساعدني لنحمل أخوك، مو شايف وضعه؟ تعال. صاير تقيل كتير يا أخي. إذا نزل لتحت هلأ سمعت السيد أهان أكيد رح تتشوه عند الكل. مثل ما قلت أنا تماماً، قصدي أنت قلتي هالكلام بطريقتك بس أنا قلت نفس هاد الحكي. بدل ما عم ضيع الوقت لازم طعميه فلفل صح؟ بنتي إيشكي تعي نكفي الطقوس. هلأ المدام سارلا بتستفقدنا، روحي. إيه راح انتبه له. تمسم الآيات مهما بنايات أبول مالك مهما نہیں سوئے أرمان جگے کیوں اپنا ہی دل ٹھگے کیوں ہر پل ستم نیا. روحي أخي. يلا لشوف افتح تمك، هالفلفل طيب كتير رح يعجبك. يلا كارتك تركه خلينا ورح يفيق مصحصح. طيب وإذا سألتني ستي عنه شو بدي إلا؟ عنده اجتماع مهم عالنت، أكيد رح تصدقك لأنه صورته عند الكل منيحة كتير ورح تمرق عليه. ايه فكرة منيحة، ماشي. اللون اللي على وش ايشكي نفسه يلي على ايد اخي. يعني اخي حط اللون على وشها، يعني انت اللي لمست الوان احتفال الهولي ما هيك؟ طالع ازعر لاخوك. يلا افتح تمك وكون الفلفل طيب. يلا رح يخلص وقت الموعد. وين هالبنت لهلا؟ اكيد جايه هلا لتكون راحت مشان تدور على شغل تاني. انا رح روح شوفها. لحظه مايانك بيجيبها. مايانك الحبة وقعت بالكاسات، لازم تطلع لها لسونالي. مايانك مايانك هلأ صار موعد خطبتك، يلا روح نادي لخطيبتك. يا ترى بيوم العرس رح توصل على الوقت ولا بعد ما تعمل اجتماع شغل؟ صح جيني؟ ايه صح. مو معقول لكتك شو مهضومة. ربي ليش قلبي عم يدق هيك هلأ؟ قلت له 100 مرة الزلمة الغريبة بحياتي ما بيعجبني، هو كتير مزعج وشايف حاله. بس هالكام يوم آهان كان غير كل مرة وعمل هاد مشاني. يا ترى ليش قلبي عم يدق هيك؟ لأنه قلبي غبي.
أنا خططت لكل هاد كرمالك. الزلمة الغريب اللي ما عنده قلب احتفظ بهاد جنب قلبه دائما. اهدي إشكي، هاد كله وهم، كله وهم. مايانك، صار وقت الخطبة. طلعي، الكل برا عم يستنوكي. أنا رايح جيبه لبابا. خليني روح معك. لا، بترجاكي روحي أنت هلأ بلا ما تصير مشكلة قبل موعد الخطبة. مايانك، يلا تنام ويلا تنام، لا تبح لا تطير الحمام. ما بعرف يا أخي، أنت شو عملت بدون ما تقلي؟ منيح ما حدا عارف شو يلي صار معك، كنت انفضحت. اشكي، اخي قولا مرة تانية مشان اعمل فيديو ابتزك فيه. يلا قول. اهان اخي قولا، هاي فرصة لازم اعمل شيء. مستر ايدي طيب، بدي اياك هلا تسمع صوت بوت الجديد. يلا يلا طلع فيني، طلع هون، زوم. يلا رح صورك، ما اغلظك. شو غليظ؟ إشكي، أنت رح تتزوجي مايانك، مايانك وبس، بس مايانك، بس مايانك، بس مايانك، مايانك ملهوترة. شو عم يصير معي؟ ليش أهان شاغل بالي وما عم يطلع من راسي؟ مو معقول، مبين عليكي خجلانة. شو هاد؟ هاي خطبتها مدام ورح تصير كنة، ولهيك خجلانة. هذا ما اسمه خجلها، هاي اسمها وقاحة حياتي. شو؟ انت ركز لي على ايدها. هالبنت راحت وعملت خطبتها بالمخفي عنا. مدام سوما، شفتيلي؟ شفتيلي نتيجة دلالك إلى؟ مايانك؟ أنتوا رح تتزوجوا وتهربوا؟ لا. لكن ليش عملت خطبتك بهالسرعة؟ يعني معقول تعملوا خطبتكن لحالكم؟ ونحن الضيوف؟ لتكون جايبنا بس مشان ناكل ونشرب لك ابني. انا كتير كنت حابه اشوف خطبتك وافرح فيك. عمتي، ما صار هيك شيء بالمره. عن جد؟ لكن ليش لابسه الخاتم بايدي؟ متاكده انه في سبب؟ طبعا في سبب مدام سومان، انت بتضلي توعدي مايانك وايشكي ورح تعطيهم الحريه الكامله وتدعميهم دائما، مو هيك تقبريني؟ لهيك فكروا انه يستغنوا عنك وعن كل العيله، عيشة لحالهم، خطبة منفصلة، صح إشكي؟ ليش على طول أهان؟ عم يسبب لي الإحراج بكل الوقت، مو بس هيك، حتى لما ما بيكون موجود بيدمرني. طيب، احكي إشكي، شو صار؟ بصراحة يعني لأنه قبل مرة ضيعت الخاتم، ما بدي يرجع يضيع، ما
مشان هيك أنا لبسته. سمعتي؟ بظن إنه كلامه كتير منطقي. يلا رح تبدأ الخطبة هلا. يلا تفضلوا. يلا تفضلوا. يلا. واو طلعت كتير حلوة. ستي شوفي قديشن حلوين. رح تطلع حلوة أكيد، لأنه آهان هو اللي عمل ديكور الخلفية. إيه صحيح، وين آهان؟ آهان؟ لا تدور عليه، أخي عنده اجتماع على الإنترنت مع عميل من أمريكا لهيك مشغول، ما راح المكتب اليوم، كرمالا لسونو. لحقوا الشغل على البيت. لازم الشباب يجيبوا مصاري صح؟ صح ستي؟ الشغل مهم بالنسبة للشباب، كل هي الاحتفالات للبنات وبس، صح عمتي سارلا؟ مزبوط ايه. على كل حال هذا يوم إيشكي وأخي مايانك، إذا غاب أخي شو المشكلة؟ شو رح يلبسها الخاتم مثلا؟ فينا نبلش؟ ايه ايه، وهلأ رح يلبسوا العرسان الخواتم. مايانك ابني لبسها الخاتم. تفضل ابني لبسها. خطتي مشان سونو فشلت، وهلأ لازم لاقي خطة جديدة. يلي بدي اياه هلأ اني حس بشي بس يمسك ايدي. لما أهان مسك إيدي حسيت بشعور غريب، هلأ ما عم حس بشي. ليكو أهان إجا. كنت معصب منك ومع هيك ما بعرف ليش ساعدتك. ومثل ما دائما حميت هالخاتم، انت كمان بدي احميكي مثله على طول. مبروك مبروك يا حلوين. مبروك يا رفقاتي. يلا خلوني اخذ لكم صورة مع بعض. يلا يلا قربوا على بعضكم. يلا مايانك. شو عم يصير؟ ليش حسيت مع أهان بشعور كتير حلو؟ أخبار حلوة، الكاهن رح يجي بكرة على 11 ورح يشوف البنتين سوا. ممتاز. إشكي خدي إجازة من الشغل وتعي على الموعد. أوكي أكيد رح نجي بكرة على الساعة 11. مدام سومان لا تنسي كنتك عند اختبار بكرة. إيه عمتي بكرة يوم الاختبار. فكرة غبية كتير، بترجاكي لا تبعتي سونالي. قولي لستي أي شيء. بس اسمع مدام سارلا، رح نبعت سونالي كمان. خلي الكاهن يشوف سونالي ويشوف التعاليم يلي تعلمتها سونو. ما لازم يتشوه اسم العيلة ويضل مرفوع. ستي بس انت اسكت هلأ، إذا حكيت شي كلمة رح تصير مشكلة فورا. Thank you.
يا قدير، خلي أخي يقول إيشكي مرة تانية، مرة واحدة بس، بس مرة لحتى صوره. بس يا غليظ، يلي عم تعمله ما بيصير. وأصلاً هو ما بيقول اسمه، لما بيكون فايق دائماً بيقول هديك البنت. هلأ شو الجديد اللي جبتيه؟ رح يقولوا صورناه هو فاقد وعيه. منعمل مثل الأغاني يلي بتطلع من جوا القلب، رح بتشوفي. عنجد؟ أوه ماي جاد، ليش مشغل الكاميرا عم تصورني؟ ما قالها. شو بدي أقول؟ ولا شي. يلا قوم. نمت كتير. أي خد هاي مي مع ليمون. قديش؟ من لما لعبت بالهولي وحطيت ألوان على وش حدا وشربت معنا. ما لعبت بالهولي، انت مجنون، ما حطيت ألوان لحدا. انت شو عم تحكي؟ مسكتك بالجرم المشهود يا سيد أهان فير مالهوترا. من وين إجا هاللون؟ آه شو عم بيصير؟ أخي شربت معنا ودخلت ونمت، تخيل، وضليت كل اليوم نايم. وكمان هالأهبل قال للكل إنه في عندك اجتماع مع العميل. حطيت شي بمشروبي؟ وليش لساوي هيك؟ مين لكان؟ نحنا ما منعرف، لأنه كلياتنا شربنا. أنا شربت أربعة. لك لأنه ما حدا صار له شي بنوم. لكان مين هاد يلي عمل هيك شي؟ ماما، أنت ليش وافقتي على جاية الكاهن ليشوف البنات؟ يعني لو طلعنا شي مكان بدال هالشي كان أحسن، كانت فرصة كتير منيحة مشان نتعرف على بعضنا. معنى هقول إنك بدك تقضي وقت أكتر مع إيشكي. إيه ماما، أنا بدي أقضي وقت بس مو مع إيشكي، مع سونالي، لأنه لسه ما صفينا الحساب اللي بيني وبينها. على فكرة احتفال الهولي ما بيكمل بدون الجنان، لهيك شكراً إنك كملته بهي الطريقة أخي. بس مين عمل هالشي؟ بلكي حدا تاني شرب الكاسة. ما كان صار شي. الخبر المهم إنه أهان العظيم سكر وداخ، ومو بس هيك، تعرف شو يلي شفته لما رجعت؟ شو شفت؟ اسمع، الحدث المهم بالهولي إنه أخي كان مع إيشكي، كانوا عم يحكوا ويتطلعوا ببعضهم بوقتها مسكوا ايدين بعضهم كمان. شو هالسخافة؟ هاي مو سخافة، هاي الحقيقة. ليش اجت اشكي؟ وانا شو اللي بيعرفني؟ انت اللي لازم تتذكر شو صاير معك. وبعدين شو صار احكي؟ كنا مفكرينك شي يا اخي وطلعت شي تاني. ايه احكي بوضوح بقى. وشو بيعرفني انا؟ انت اللي لازم تحكي. رحت لحتى اجيب فلفل لفيقك، لما رجعت لهون لقيت اللون اللي على ايدك نفسه على وشها. شو؟ ايه مزبوط اخي، حكي هالاجدب صح، انا شفت اللون نفسه على وشه لإشكي. ايه متأكدة سونو؟ ليكي فكري منيح وتذكري. بس انا لسه ما فهمت ليش مايانك قبل الخطبة لبس إشكي الخاتم يلي كان لازم يلبسها يا بعد ما تصير الخطبة، وفجأة جابت امه الخاتم. ايه الموضوع مخربط كتير اخي. هداك الخاتم كان معك كتير حلو، ما حدا بيعرف شو صار. حاول تتذكر شو القصة. ما عم بتذكر شو يلي صار معي. حسب القائمة تبعي هو بيفهم علي حتى بدون ما أحكي. هو عم يحقق النقط واحدة ورا التانية مثل الساعة. عملت هالقائمة مشان ما يانك. ألو كيفك بنتي؟ شو عم تعملي؟ عم تفكري بمايانك مو هيك؟ ايه عمتي لازمك شي؟ بنتي كنت عم فكر تطلعوا انتو الاربعة مع بعض، انتي ومايانك وراجو سونالي، تتغدوا بعد الموعد. تطلعوا
وبتقضوا كمان وقت حلو مع بعض. وبركز على مايانك بدل الزلمة الغريب. ايه عمتي، ايه موافقة. طيب بنتي، باي. تمام، بكرة بحاكي سونا وبقلها. ماشي؟ تمام. شكراً كتير يا ماما. أنا رح روح هلا كرمال شوف سونال. هو ما كان بوعيه لهيك قال هالشي. ليش عم فكر فيه؟ أوه ماي جاد، ليش ما عم تذكر شي؟ معقول عملت مشكلة أو عملت شي غلط؟ إذا صار هالشي كيف بدي واجه هديك البنت؟ سونو قالت إنه بكرة رح يجي الكاهن، كيف رح واجه هديك البنت؟ تفضل قلي، ليش نحن هلأ عم نشيل الكنبايات؟ لأنه حضرة الكاهن ما بيحب هالشغلات الحديثة، كل شي لازم يبين بسيط كتير مثل ما بيحب. تمام، يلا شيل المروحة والمكيف والأضوية لنخلص بسرعة. نعم، ونحن أكيد بهي الحالة بنرجع لهداك العصر القديم. شو يلي عم يقولوا هاد؟ أنت كيف عقلك مركب؟ على فكرة لسانك طويل. طبيعي، لأنه اسمي الأهبل مشان ما تنسي. نروح على شغلك يلا. رايح. أنت من وين جايبه لهاد؟ ها؟ بتمنى الكاهن ما يسأل سونو أبداً مين بتكون أمه. رح تصير مصيبة ورح ينتهي كل شيء. شو فيها إذا أم سونالي راحت وتركتها؟ نحن معلمينها لسونو ومربينا كتير منيح كمان. المجتمع والناس دائماً بيدوروا عن نقص بالبنت، وإذا ما في بيخلقوا نقص. نحن لازم ندير بالنا كتير منيح. راج، العيلة كلها متوترة من الصبح بسبب زيارة الكاهن. شبك ليش متوترة؟ نسيت الموضوع القديم، موتر العيلة من مبارح. لا تخافي سونو، أنا موجود ورح أهتم بكل شيء. شكراً راج. راج موجود ليهتم فيني، بس شو رح يصير لإيشكي؟ هاي سونو، بتعرفي شو منيح كتير إني لقيتك. ماما بدها ايانا نطلع سوا كثنائيات، أنا وإيشكي، أنتي وراج، لنتغدى سوا. بصراحة أنا ما قدرت أرفض طلبها، بس أنتي فيك ترفضي. بس شو سبب الغدا؟ خلاص مو مهم، أنا رح روح شوف الكل هلأ، وأنتي حاولي تشوفي ماما. إيه؟ وأنا هلأ كيف بدي أرفض لها طلبها؟ وإذا عرف راج بالموضوع أكيد رح يزعل كتير مني. اي مدام، رح اجي بدون ما اتاخر. ايه كوني مطمنه. لا 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 لا، اشكي لا تشوفي القائمه ولا تدققي باللي فيها ولا تطلعي. تصرفي كانك القائمه ما عاد تهمك ابدا. مانك مهتمة أبداً. وينك يا مرتي؟ وينك أنتي؟ وين رحتي؟ تعي لشوف. يلا اشكي روحي وسكري الباب، وإلا العالم رح تعرف شو عم يصير هون. روحي. اجي تشوفها، رح تعيد نفس الأسطوانة. وانت شو يلي جابك لهون؟ رح أقول خالتي سومان هي اللي طلبت إني وصلك. لا، بلكي سألت خالتي. رح قلها أنا اجيت وصلك مشان ما تتأخري وتلاقي المدام سارلا سبب لتعمل مشكلة قدام الكاهن. برافو أهان، فكرة عظيمة. يلا. لا، روق آهان، انت بتعرف ليش جاي. انت
بدك اياها لتحكي معها قبل ما تحكي مع حدا. خليهم يعرفوا، بلكي وقتها بيخجل على حاله. اللي سمعته هاد؟ ايه، خليهم يعرفوا مين بتكون انت. اذا بدك تشرب وتفقد وعيك شرب، بس اوعك تلمس خالتي مره تانيه. لحظه، شكله رح ينتهي اليوم. عمرك انت. انت منيح؟ قوم. لك اتركيني لاشوف، انا ما رح ارحم ابدا. ما رح ارحمكم انتو التنتين، تضربي منك لا. قلت لك خالتي اوعك تلمسها. لا اشكي، بترجاكي لا تعملي شيء. لأمتى هاي الحالة رح تضل؟ الفكرة مو بجيتك لهون أبداً، الفكرة باللي عملته مبارح ويلي ما عم تتذكره. أنا صرت منيحة، بس الوضع لازم يتغير. أنتي لازم تغيري. التعصيب ما بيصلح شي أبداً. كيف بيتصلح؟ إنك تواجهي كل شي بهدوء؟ لما الزوج بيتعود على ضرب مرته على طول يا خالتي، ولما هي تضل ساكت له وقتها بتكون عم تغلط بحق كل بنات العالم مو بس بحقها. هاد مو نقاش يا خالتي أو مجرد خناقة عادية، هاد اسمه اعتداء، تصرف غلط. لأمتى رح تتحملي هالوضع؟ بنتي شو ما كان هاد بضل زوجي، وجوده هو الأمان. هلأ هاد اسمه أمان؟ انتي لازم تشتكي عليه وتحبسيه. كيف بدي أحبسه؟ بعاداتنا ما في هيك. شو هاي العادات؟ هذا اللي عم نعمله يا خالتي، هذا الصح برأيك؟ وإذا ضلينا نتحمل الغلط بصير تحمل الظلم عادة، وإذا اشتكينا عليه منغير هاي العادة مع بعضنا. اشتكي علي يا خالتي بترجاكي. وإذا رحت على الشرطة أو أنا تركت البيت، وقت العالم رح يلوموني وبيقولوا إني خربت بيتي بإيدي. المرأة لازم تتحمل يا إشكي. لأمتى يا خالتي؟ في حدود للتحمل مو هيك؟ طيب بعدين نحكي بهذا الموضوع، وهلأ لازم نروح على المواعيد. بدي اياكي ما تزعلي مني يا بنتي، فكري بزواجك وبس. ما بدي فكر بأي شيء هلأ. لكن فكري بالمدام سارلا. مو وقت المزح هلأ، المزح ما رح يفيد شيء أبدا. أنا رح أفتح. انسى القصة، تصرفوا كأنه ما صار شيء، هي أفضل طريقة. رح حط الشال قبل ما يجي هداك الزلمة ويشوفني. بنتي ما في داعي تحطيه؟ لا خالتي في داعي. من المهم انه تتوفر كتير صفات بالزوجة المستقبلية، واهم صفة بالزوجة تكون جنب زوجها وتنصحه بكل شيء وتدير بال عليه وتكون حده بكل الظروف وبكل الحالات. لازم الزوجة الحكيمة تهتم بزوجة. أنا غبي كتير، ما كان لازم أقعد هون، بس أقعد جنبها.
اشكي مبينه معصبه. معقول كون غلطت لهالدرجه؟ المهارة الخامسة هي بتمثل خدمة المرأة لزوجها وأهل الزوج منيح. البنت عندها 6 مستويات بحياتها لحتى تكون زوجة مميزة وست بيت شاطرة ببيت حماها. هذا كل شيء لليوم. تحية الإله. عم الكاهن استنى، أنت كنت عم تعد غلط، عديت 5 بس لازم 6. تخرس أنت. مزبوط، أنا خبيت وحدة من المهارات بإرادتي. تقدر أي وحدة من هدول البنات إنه تخبرني شو هي المهارة السادسة؟ سونو بنتي يلا خبري. الصبر. الزوجة لازم تكون صبورة مثل الأرض. الأرض تتحمل كل شيء بدون شكوى. الزوجات كمان لازم يتحملوا نفس الشيء. هنن بيسامحوا وبيتحملوا حتى لو كان الشيء اللي عم يصير بحياتها ما عم تقدر تتحمل. انت معك حق بكل اللي حكيتي، كلامك كله صح تماما. انت مرباية وفاضلة. ليش كانت عم تحكي عن التحمل؟ معقول عملت شي مو صح؟ بصراحة أنا كنت عم فكر إنه هاي البنت الفاضلة عندها مشكلة حقيقية مع كل مهارات ست البيت، لأنها إجت متأخرة بيوم خطبتها بسبب شغلها يعني. لهيك عم قول إنه معقول تكون هاي البنت فاضلة وتصرفت هيك مع أهل خطيبة هيك عادي؟ النساء ما منعتبرهن ربات المنزل بدون سبب. النساء هنن اللي بيكملوا العيلة المثالية لأزواجهم، ومن هون بتجي قوتهم العظيمة، وهذا الاختبار رح يكون الأكبر لتحملهم وصبرهم كمان. يا عمي ايه في حدود للصبر؟ بقصد في حدود لأي شيء بالعالم، لازم يكون في حدود. ليش؟ انت بدك فرصة لهيك؟ لحتى تقولي تجاوزتوا الحدود؟ بدل ما تهتمي فيه بدك تروحي عبيت أهلك؟ بنات هالأيام عندهم كل شيء بس ناقصهم شيء واحد، هو الصبر. هذا الجيل شاطر بس بالأخذ والرد. إذا ما عجبك هالكلام تجاهلي الموضوع. مو هيك صار لا على فكرة. إشكي سألت سؤال عبقري. معقول أنا اللي تجاوزت الحدود؟ أكيد في حدود، كل شيء له حد، بس النساء نحن منسميهن ربات البيوت لأنهن ما بيفقدوا صبرهن شو ما صار، ولما بيتجاوزوا حدود صبرهن وقتها بيبدأ يرتفع عندهن خط الحدود، وكمان بيحاولوا يتحملوا أكتر. هي هي بتكون قوتهن العظيمة. الرجال بيفوزوا بالقتال والنساء بيفوزوا بالتحمل، وانتصار المرأة هو انتصار للعيلة كلها. عندي إحساس رح تكون الورقة النهائية، لازم أعمل هيك إذا حبيت هالشي أو ما حبيت. سونالي بنتي سلمي عليه وخدي بركاته ورضاه. أنتي بدك شوية وقت بنتي، بس حماتك ست منيحة كتير وهي رح تعلم. هي ما عندها أم يا حضرة الكاهن، لما هي رح تجي لعنا رح يكون عندها أم لأول مرة. مدام سارلا، هذا الحكي مو صحيح. نحن أمنا بكل واجبات أمها لسونالي، وحتى هي تعلمت كل شيء كمان. يمكن هي نسيت شيء منها. أي مزبوط، هالشي صار معها بالجامعة بسنة الأخيرة كمان. حقيقة سونالي انفعلت شوي هلأ، وإلا هي بتعرف كل هاي المعلومات. اسمعي بنتي، خدي بركاته ورضا. موفقة، انتي صبورة كتير بنتي. شفتي؟
ما استفدنا شي ست سارلو من الكهن تبعك، لك الكاهن أعجب فيها كتير للخانم. مرت عمي كيف بدها تعرف سونو؟ المهارات الستة للزوجة اللي لازم تعرفها. إشكي كيف عرفتهم؟ إذا بتعرف عن الموضوع لازم تكون منتبهة. ستي بترجاكي، أنا ما كنت بالمدرسة وهاد ما كان امتحان، لهيك بترجاكي ما بقى تعامليني بهي الطريقة. بنتي هاد كان امتحان وانتي تفوقتي فيه، مو هيك يا سارلا؟ تمي احترق. امتحانات المدارس بتنتهي بس امتحانات البنات ما بتخلص. ليش يحطوني بالامتحان؟ هو قال انه في ست مهارات، واحد تاني رح يجي يقول غير هيك، انه في سبع مهارات للزوجة. ستي قديش البنت لازم تضل تدرس وكل هاد رح يبقى مو موجود بالمنهاج، وانا ما بقدر احفظ هالشي كله. انتي جهزتيني لكون زوجة ولحتى كون ست بيت وكنا منيحة، وراجع مدور على بيت مستقل. وشو من شان حماتي؟ هي رح تعتبرك خربتي البيت. هاي فكرة راج ستي، انا بس قلت ايه. وبناء على هالشي اذا ست سارلا رح تعتبر ابنها خراب بيوت الموضوع بيكون عندها، بس اكيد لا، ما حدا بيقول عن ابنه هيك شي. ايش كي بنتي، انتو لازم تكونوا جاهزين للغدا خلال ساعة، ايه؟ مرت عمي، إذا راج بده يبقى بعيد عن أهله، كيف سونالي بدها تكون غلطانة؟ انتي بتعرف منيح بنتي، مو مهم مين اللي بيقرر يبعد، الناس رح تقول انه البنت هي اللي حرضته على هالشي. هي ما بدها حتى انها تشوفني، عم تتجنبني، لهيك اللي كيف بدي احكي معها. اخي شو قالت هديك البنت؟ بصراحة البنت ما حكت معي شي. ليك كارتي اذا انت بتعرف شي يا ريت تخبرني. اخي انا ما بعرف اي شي، هي البنت وانا ما حكينا شي. انت ليش عم تحكي عنها بهي الطريقه؟ هي الى اسم. ليش ما عم تقوله؟ قول اسمها. صبرت وتحملت، شو هو الحل؟ ليش لازم نتحمل كل هذا؟ انا ما عم افهم ليش البنات لازم يصبروا دائما. بالضبط، مو بس لازم نصبر، نحن لازم نتحمل اللوم. شوفي هلا راج بده يعيش ببيت مستقل، وانا خبرته وقلت له اكثر من مره انه امه ما رح تقبل بهالشي. المشكلة عند أمه، مع أنه هي فكرته، بس لما الكل رح يعرفوا هالشي وقتها أنا يلي رح أنلام، ورح يكون غلطي أنا. بس البنت ممكن تكون خرابة للبيوت، رح ينحكى عنها حتى لو كان غيرها مسؤول. البنت هي يلي رح تتعاقب ولازم تتحمل هالشي. والناس بتقول بكل بساطة أنه لازم نصبر ونزيد حدود الصبر لأبعد درجة. عن جد الناس مو عادلين أبداً، هنن دائماً بيتوقعوا من البنت أنه لازم تكون صبورة وأنه تتحمل كل شيء. الأهالي بيعلموا البنات أنه يبقوا ساكتين ومتحملين من وقت اللي بيكونوا صغار، إذا أخوها زعجها وقتها لازم تكون صبورة وتتحمله، إذا زوجها ضايقها لازم تتحمل، وإذا حماتها زعجتها بشي لازم تسكت وتتحمل. بس كيف كل هاد لازم يصير؟ حتى الأرض ما بتتحمل هذا الشيء، بس البنات مفروض يتحملوا. عم نشوف في التلفزيون البطلات بكل حلقة قاعدين عم يتحملوا كل شيء وعم يبكوا كمان، والستات الكبار اللي عم يتفرجوا شو بيقولوا؟ البنت المسكينة هي عظيمة كتير، أنا ما بدي أكون عظيمة ولا بدي أي تعاطف معي ولا زيد حدود الصبر عندي، لأنه إذا تنازلتي ولو لمرة رح تضل العمر كله تتنازلي. لازم يجي يوم وتقول المرة خلص بكفي. هلأ أنه لأي درجة ممكن تتحمل المرة؟ لما حدا يتجاوز الحدود، وقتها لازم تترك كل شي وتروح وتبعد. أنا هلأ بنصحك وبنصح كل البنات أنه ما حدا يتنازل. شو؟ شو كنتي عم تحكي مع سونا؟ هي ما عم تقلها شي، بس عم تحرضها، عم تعلمها تتحدانا. انتي كنتي عم تحكي عن الصبر قدام حضرة الكاهن، وشو صار هلأ؟ ها؟ هذا هو وشك الحقيقي. لا يا عمتي، أنا كنت عم أقول شي تاني. نحن ما رح نسمع منك أي شي هلأ، اللي قلتيه بكفينا. عمتي؟ إشكي بدها تشرح لنا شو قصدها، خلينا نسمع. ما في شي لنسمعه منها،
هي كانت عم تحرضها وتعلمها انه اذا في مشكله ببيت حماها هي لازم تترك كل شيء وتروح. عمتي انا كنت عم اقول شيء تاني، خليني اشرح لك شو قصدي. شو بدك تقولي؟ انه انت عم تحرضي كنتي تروح وتتركنا؟ شو في غير هيك؟ سونالي خبريهم انا شو كنت عم. نحن سمعنا شو قلتي. اخي خلي ايشكي ومدام سوماني قرروا، يعني هي حماتها. بس هي ممكن تكون حماتها. بعتذر على كلامي ست سومان، بس انا مستحيل اقبل انها تكون كنتي. عمتي هي شو عملت؟ انت ليش عم تحكي معها هيك؟ لا تحكي معي ابدا، انا رح احكي مع كنتي. ماشي سونو، عن شو كنتوا عم تحكوا؟ قولي. انا كنت ساكته. بيكفي كل هاد، انا ما بقى اتحمل. هي راحت على شغلها بيوم خطبتها وعم تحرض سونالي انه تترك بيتها اليوم. بقصد ايشكي ما راح تخلي حتى الام وابنها يضلوا مع بعضهم. هي هيك وعم تحرض الباقي انه يعملوا مثلها. واذا انا ما قبلت اللي بدها اياه كنتي بهذا الوقت راح تترك ابني وتروح بحال سبيلها. بقى علاقه الكنه والحمايه بتجبرهم يضلوا يتقاتلوا مرات كثيره. بس هي ممكن تقول اني تجاوزت الحدود وممكن تروح، وهيك وقتها ممكن تاخذ ابني معها. مدام سارلا انت معك حق، بس بنتي سونالي ما رح تعمل هالشي. نحن ربيناها كتير منيح. انا ما بعرف منين تعلمت اشكي هالشغلات. بس الحقيقه يا عمتي الاولاد بيتعلموا كل شيء من اهاليهم. تماما. سونالي بتكون مثال كبير عن امها، واشكي عم تشجعها. يا عمتي لو سمحتي اسمعيني ولو لمرة، لو سمحتي. ما كان اللي بدك تقوليه قولي لحماتك ولخالتك كمان، ما تحكي معي ابدا. انا انزعجت مشان ابني ومن تصرف كنتي، فهمتي؟ بصراحه انا عن جد كنت خايفه انه سونالي رح تكون مثل امها، وانه تتاثر بهيك بنات. هالشي ممكن يصير شي يوم، هي رح تعمل مثل امها. ماما لو سمحتي بكفي. راج لا تتدخل. لا اخي اهان، امي تجاوزت كل الحدود اليوم. راج انت ما عم تفهم شيء. انا عم بفهم امي، لهيك عم قلك انه الخطا اللي عملته امها لسونو خطيبتي سونالي ما رح تعيده. طب الجره عتمها بتطلع البنت لامها. ماما اذا هذا الشيء حقيقه انا كمان رح احط اللوم على سونالي بلا سبب واعمل مثلك. انا اسف ستي. مو مشكله ابني، هاد مو غلطك ابدا. ها منيح، انا ما رح احكي بالماضي، بالمقابل رح احكي اكيد بالحاضر والمستقبل. وانا ما بدي كنتي المستقبليه انه تمضي اي وقت مع هاي البنت ايشكي، لهيك هذا الزواج ما رح يصير للاثنين سوا. اذا بدكم زواج ايشكي يصير هون مو مشكله، بس زواج ابني ما رح يصير هون. مستحيل اني وافق يصير عرسه مع عرسه. انا رح احكي مع امي. اخي اهان لا تخاف. مرت عمي لا تتوتري هيك، بكل حال ما كان غلطنا كل هالشي. كل المشاكل كانت بين سارلا وهديك البنت إشكي، لهيك سونالي مو غلطانة. الواحد بيتعاقب على أخطاء غيره، ليش لسه عم تحكي مع إشكي؟ أنا ما خبرتك إنه إذا ضليتي معها رح توقعي بمشكلة؟ شوفي هلأ بسببها وقعتي فيها. ستي انت خراس ولا سكوت. قولي ليش كنتي عم تحكي معها؟ مو قلنا لك لا تحكي معها؟ اخي انا ما كنت منتبهه انه الكل عم يسمعونا.
ليش كنتوا عم تحكوا بهي الأمور؟ أنا ما خبرتك إنك تضلي بعيدة عنا. بس لا، أنت ما بدك تسمعي كلامي. الواحد رح يتكهرب إذا هو وقف عند سلك كهربا. هالشي صار، كلكم رح تتكهربوا. يا ستي لو سمحتي اسمعيني. بكفي، أنا ما بدي أسمع أي شيء منك نهائياً، عم تفهمي؟ لهيك خدي كل كلامك اللي بدك تقولي لي إياه ورميه. ما حدا مهتم إنه يسمعك. مجرد الوقفة معك هي رح تسبب لنا مشكلة كبيرة بحياتنا. سونالي لا عاد تبكي، نحن رح نحكي مع حماتي ونهديها. خلاص ما رح يصير شيء. عادي. أنا وسونو حكينا بكل راحة، بس الحقيقة سونو إجت لعندي. لنختصر كل هالقصة، من تحت راسك ترباية أختي صارت موضوع للنقاش. قصة أمي كانت جرح قديم، وبسببك أنت رجع انفتح هذا الجرح. أوعك تفكري إنه أختي مثلك، هي ما أنا خربت بيوت. ماشي، أنا قلت لك أكثر من مرة إنك تبعدي عن أختي. أنت ليش ما عم تفهمي؟ شو كان في داعي لكل هذا النقاش الفاضي معها؟ شي واحد ما بقدر أتحمل إني أشوفه، أختي وهي عم تبكي، وشي واحد ما بقدر أسمعه هو الحديث بسيرتها لأمي. وبسببك أنت هدول الشغلتين اليوم أنا شفتهم وسمعتهم كمان. الحكى بسيرة أمه واللي عملته، لهيك هو عم يخانقني. بس ليش سونالي خبت الحقيقة عالكل؟ أنا آسفة. مدام، هاد بيت سونالي، لهيك هي لازم تتزوج هون. إذا زواج سونالي رح يصير بمكان تاني أنا رح وقفه. أنا لازم حط خطة لهذا الشيء. يا مدام صدقيني إشكي مو هيك. بكل الأحوال هي ممكن تبرر لي شيء، بس هلأ هي حطت سونالي بمشكلة مع حماتها. زواجها ممكن يتأخر، بس الست سارلا ما كانت رح تطلب الحكيم لهون. بس لما شافت إشكي هي طلبت الحكيم وجابته. إذا أنت حبيتي هالشي أو لا، بس اللي صار اليوم إشكي هي المسؤولة عنه. كيف بدي خبرها أنه الشي اللي صار بسببي مو بسبب بنتي إشكي؟ هي كانت عم تحكي عني وما كانت عم تحكي عنا. إشكي، أنت اليوم عملتي مشكلة كبيرة، لهيك منشان الرب لازم تلاقي لنا حل للمشكلة. مايانك، أنا وسونالي كنا رجاءً ما بدي أي أعذار أو شرح. مايانك؟ ماما، ممكن؟ لا تقاطعيني، بتعرفي بابا مريض كتير، مشان هيك نحن قررنا نتزوج هون. أخي أهان وستي عملوا معروف كبير معنا إنه رضيوا، ونحن شو اللي عملناه بالمقابل؟ قولي لي شو؟ بسببك أنتي إشكي هن بمشكلة اليوم. بس اسمعني شو بدي أقول. أنتي بسببك هلا سونالي ما رح تعمل عرسة هون بالبيت. وانتي لسه عم تبرري؟ انا مو مهتم اسمع منك ولا حتى كلمة صغيرة ابدا. انسي موضوع انه يفهمك بل ما تحكي. مايانك ما بده حتى يسمعك. اشكي، انا كل اللي بدي اعرفه انه انتي بس ليش حكيتي مع سونالي هاد الحكي؟ اشكي انا عم احكي معك. اشكي احكي. انا ممكن اسألها هالشي، بس إذا هي لهلأ ما جاوبت حماتها المستقبلية فليش حتى تجاوبني؟ أنا شخص غريب، بس هي مع الأيام رح تصير كنتك. إشكي، أنا شو ممكن أتوقع من سكوتك؟ إنك غلطانة؟ بصراحة كل اللي بقدر أقول لك يا عمتي إني أنا آسفة على أي شيء قلته، بس أنا ماني خربت بيوت أبداً. هالكلام مو صحيح.
ما إجا ليحكي معي. معقول يضل يتعامل معي هيك؟ اللي صار اليوم لازم لاقي له حل. إذا زواج سونالي صار بمكان تاني أنا هيك ما رح أقدر أخربه. يمكن ما تحس فيه، هذا الشيء مفهوم، بس على القليل اتطلع فيه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.